اول ما دخلت ليفل 5 يا اخوان. في تنتين لونهم اسود. مستحيل. هذا اول ما دخلت الماب صراحة لسه يعني ما زبطت لا عدي لا شغلات لا عملات لا اسلحة ولا شيء. اول ما دخلت ليفل 5 كان من شوي كمان في ليفل 4، بس اكيد ال50 انفضلوا عن ال4. تخيل اول ما تدخل يجيك الخير هيك. كان لسه بدي اسوي اسلحتي اشوف الكالرز والشغلات هدول كلهم مش مزبط على الخالص. شو هاد؟ ليفل 2 عادي عادي. ليفل 4 معقول يكون موجود كمان لسه قريب؟ ما اظن. هيك اخذنا له صورة. لك كيف مش دايموند؟ اخوان كيف مش دايموند طيب؟ كلاس 3 معقول يكون كمان سلاح يمكن انا غيرت السلاح قوي كتير. 77 الزلمة ليفل 5 كيف مش دايموند هاد؟ معقول انه هذا هيك ليفل 5 ما يطلع دايموند؟ يلا ما بعرف. طبعا هذا اول مرة باللعبة هاي بحصل ليفل 5 فيها صراحة. راح احفظه. ما بعرف كيف العدة اذا مزبوطة او كاملة او ناقص لنا اشي. خلينا نرجع ونظبط. تعال وين رايح؟ تعال وين رايح تعال؟ وين رايح؟ هربان. يو الموت يا ولد يو الموت. ده من انواع الكلاب البرية. ولا فوكس ما بعرف اللي هو. خلينا نشوفه. شو هذا اللي هون؟ اورانج. لا انسى. بالعمود الفقري. كلاس 2. اوكي. مش الاشي الواو. خلينا نرجع على البيت المرة الثانية شباب ما بعرف. ستار بعين هذا. خلينا ادخل فوق. خلينا اركز. لا ايه عمل قناص وما يصيدونه. تعرف تاري يا محمد اللي بيحط الحقيبة بتخلي الحيوانات تهرب؟ شوف والله ضيم. والله يا تاري انسى الحقيبة، بدك تلعب بدون حقيبة. تطلع ضوضاء واصوات وبتكشف مكانك وانسى. صعب صعب تصيد. يا لا لا يوم البوش نزلها تتعلمني عليها. مين صار تبي معرق؟ بس انا اعلمك جواد تعبت انا تعلمني انت. يلا شوف 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 يا حالاته. تعلم بيه ضبطنا شوي ضبطنا. شوف يا حالاته شوف. هذا نادر يعتبر بس عم بشوفه كثير. كثير احيانا عم بشوفه. كثير عم بشوفه بصراحة. ناخذه. مش اسد. قطيع جاموس ليفل 4. بلو شو هاد؟ جيمس باك ما دخلنا فيه. فولومي. هنا سأسكت قليلا.
ليش؟ لقيت جيم سباك ليفل 4. ما بعرف اذا مات او لا. اكو برضو ليفل 3. ما بعرف. خلينا نروح نشيك. اسد بس انثى. اصطاد. طيب بلا ما نركض خاف يكون هون في اسد كمان. طبعا هم كانوا هون. اها هذا الفايتل مبين عليها فايتل. ميت في ارضه مش متحرك كمان مش متنفس. مدمره يعني اصابة هذا عضو او اشي يعني اصابة قاتلة بتكون. ايش رايك بالعربي ما بعرف. 295 خوش جولد نار جولد نار ليفل 4. الكاش 1049 كاش اعطاني 1049 دولار. خوش خوش خوش. لا 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 لازم مش نيد. هذا هو راح اقضي عليه. قلبوله كيف وينها اجت؟ صابي قاتلي. اه والله مش بقلبه لا بس قاتلي. حاسس علي على درون بسلاح الغلط. وين؟ 65. لا والله سلاح ممتاز مش غلط ولا شيء. 1000 بالضبط كاش. ممتاز. طب خلينا نغير هالبركة هاي لأنه بصراحة هون شمسنا فضحنا يعني ما حد راح يجي هون. سمعت صوت قريب بس لا تقول لي. جابوا لي الليفل 4 لعندي. لا انسى جولد اليوم بس جولد. بيه دمرته كفو. السبانة ان شو بدي اقول لك شوية ضبابية مهما سويت بالجرافيك بضل فيها شوية ضبابية. اخوي غباش. فيني اجيبه؟ فيني. لا في واحد غيره حجمه كبير ممكن. الليفل ما بقى يطلع. انا بعرف في واحد غيره. صبته. مات ما مات بصراحة ما بعرف بس هذا الشيء بنعرفه وقت ما نوصل هناك مكان ما قتلناه. ليتس جو. هذا مكان شرب وعطاء وخير وحنان. مون ما في مي شلون عم يشربوا يعني مش فاهم. ولي هذا مش متحرك من مكانه خالص. ضارب وصواب حارق سلاف سلاف. وين صايبه انا؟ سلاح بطل بصراحة.
72 حتى جولد ما وصل. خرب بيتك كل شيء فقر الشيخ مدمر. وانا حلو المنطقة كلها اهجار كل نطلع الجبل لفوق. لحظة وقف ممات. مات 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 خلاص طول بالك وين رايح. مبينة فايتل بس مش بالقلب مشكلة. شو هذا عرب؟ أرانب عادي نساهم. اوكي برضو سيلفر مش عم نوصل الجولد. حاس في راح الجولد راح يجي عن قريب ان شاء الله. ما عليكم شباب ان شاء الله عن قريب. هربوا من هون. طب شو هذا اللي هرب؟ أرانب؟ هذا ليفل حلو اجيبك شي بلاش كتر منه اكيد. يعني من ليفله مش كتير عالي بس ليفل 2 يعني ممكن جولد. لاحظوا سيلفر انسى. قريب على الجولد بس ها. براون شي بلاش. شو هذا صح على يميني انسى. بدي شي جديد. هذا الثعلب هرب من هون. مش ثعلب هذا شو اسمه؟ جاكل. جست ناو. ما اظن انه بعيد كثير بس ما بدي ارقد. خاف هرب بعد اكثر. اها. طبعا هي بمرحلة الراحة والاستقرار والأمان. بدي تهرب بس وانا سويت الحركة شكر هيك عس عشان تعرفوا يعني توقف على رجليها. نادرة مش نادرة. شو رايكم؟ ضل بسأل هاي نادرة مش نادرة. ما صحباتك ما يجوا يفزعوا لك. ما اظن هذا يجي بتاعي. يلا خلينا نشيله. مع انه انا بشوف منها كثير فما بظن نادرة كثير. عرفت علي كيف؟ بس والله كاشي حلو 50 سيلفر. والله منيح. الو عفوا انا محتاج فلوس يا اخوان سامحوني. خلاص انا ما عاد افكر بالزول.
الزون لا عاد يفكر فيه ولا انا عاد بفكر بالزون. الواحد يدير باله على اللي قال يجو اليوم ورايح. طبعا نو اورجان هيت. شوف وين راح، ورحت هاي راح تركضنا 10 كيلومتر. هي شوف انساها يا معلم، دور على غيره. ايوه ما في اللي بالعاري و ولك بتهرب. انا عم بلعب كل حالي، وين اللي بالعالي؟ مش شايف شيء، تريها ورا اخر شيء بالمجموعه. شوف قطيع يا معود، خلينا نركز على ليفل 4 منيحة. بظن اني خربت السكور حتى كمان. شايف؟ هوب شو هاد؟ اوكي عادي روح اهرب. مع انه يصاب مش قاتلي، بس مع هيك راح تموت عن قريب. هو حيوان يعني مش قوي كتير جسمه، يعني ما ميلقى. سركدنا شوية مسافة بعيدة، ها سركدنا المسافة 70 اخ 600 متر تقريبا ركضنا مسافة. خرب بيتك على 800 كاش بس ولا يوفقك. ما بتسوي هون يا اخوان؟ والله شو ما بتصير على شيء يا ما. ما بتسوي هون عندي هون سيلفر؟ والله اعطانا سيلفر حلو. طيب كاش 1085 ممتاز دولارات. هذا قطيع البلو بيست قدامنا. اوه الا ما نلاقي بيناته دايموند. شباب شو رايكم؟ والله لازم يكون بيناته دايموند بظن على هالصوت هذا القطيع. نهدي هيك شوي اللعبه شوي بدنا نقرب عليهم. انا سامع خطواتك بس انت وينك؟ لا اللي جابك عندي يا معود؟ شاب تشمشم. اهرب اهرب والله ما بدي اياك هسه. اهرب 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 روح روح اهرب ولا اهرب. ما بدي اضرب عشان ما اروح لفلات عالي. حاسس هون في لفلات عالي الان. ما سويت شي، ليش هرب القطيع؟ هاي نعنى ام شرفه. هذا وراي وصل ساعة بلف عليه. خلنا نروح للجهة الثانية شوف وضعهم كيف. كامل مكمل بس مش شايف ولا ليفل عالي. هذا الوحيد اللي شايفه. نيرفس كمان ما بعرف ليش. ليفل 2 ليفل 2 ايش عم يسوي هناك؟ ايش عم يسوي هون؟ كلها نيرفس يا عمي. ايش عم يصير معهم؟ ليفل 4 هذا هو اللي بدنا اياه. انتهى الموضوع لانه بصراحه بتضل تدور من يوم من يوم من اليوم لبكره ما راح القى اكبر منه.
ذاك هو سلاح بطل. ها مناسب كتير، تجربة خاصة فريدة من نوعها، كلها جولد جري. يلا غير منطقة، بظن لازم نغير المنطقة. هذا يصير نروح مثلا هون. تغيير موفق. بجيبه. انسى. عرف. سامعك سامعك، بس اعطني دقيقة لو سمحت. بدي اضرب عليه مكفي خلاص. ما بعرف اذا صبت منيح او لا، بس اعطيني سكور 39، فبظن ممكن يطلع دايموند. ذاك هو. وانتو هذول شو انتو؟ انسى. طيب هذا هو صبناه فايتر. وينو؟ وين صار؟ لا يلا عادي، جربنا حظنا. مش عم يخافوا مني هذول ابدا. كانوا مخلوني اعصب. جولد طبعا للاسف يا اخوان ما قدرنا نجيب الدايموند بهالجيم او هالفيديو. هذا صار لي تقريبا ساعة ونص عم بلعب، جبنا صوت حلو بس نفس الوقت مش دايموند. قريبين احنا كنا اكثر من مرة، مرتين ثلاثة، بس يلا جي جي. هذا ماب السفانه.